السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع المنافسة الرياضية الشريفة. طبعا أي تنافس في مجال الرياضة خاصة في قطاع الرياضة التنافسية تحكمه بعض الضوابط، ولكن وقفتنا اليوم كي نتحدث عن هذه المنافسة الرياضية، كيف تكون بين أفراد أو بين فرق أم بين أفراد من خلال وسيط ثالث، هي آلة مثل سباق السيارات أو أداة من الأدوات مثل سباقات الخيل أو الدراجات أو غيرها من أنواع الرياضات المتعارف عليها بالنسبة لنا في العالم. المنافسة الشريفة تحدد اتجاه الشخص، تحدد مكنون الشخص وإعداده وتأهيله لكي يكون على قدر من هذه المسؤولية. المنافسة الشريفة هدفها بذل أقصى مجهود ممكن لكي يحقق هذا الرياضي أو هذا الفريق قصب السبق في النقاط أو في الأهداف أو في المسافات كي يحقق المركز الأول على سبيل المثال، ومن ثم التصنيف للمراكز التي تليها. لكن هل توجد ضوابط لهذه المنافسة؟ وهل لها قواعد معينة تحكمها؟ وهل لها معايير أيضا تحكمها بالنسبة للوضع هذه المنافسة، مدة هذه المنافسة، الوسط الذي يتم فيه المنافسة، ملعب كرة، ساحات مفتوحة، صالات مغلقة، مسابح وخلافه. يعتقد الكثيرون أن المنافسة تكون شريفة عندما تخلو من العنف أو تكون مرتبطة بانتهاج فقط القوانين وعدم كسر هذه القوانين الموضوعة للعبة. إذن هل يكون الوازع أخلاقي فقط لكي تحصل على البطولة أو المسابقة، أم يكون مجرد امتثال لقوانين معينة وهذه القوانين تسوقنا إلى أن نكسب أو نخسر في هذه المنافسة؟ طبعا هناك حوادث على مر التاريخ، حوادث كبيرة جدا ظهر فيها بوضوح الجانب الأخلاقي أو الوجه المنير للرياضة من جانبه الأخلاقي. تحدث عن البطل العربي المصري محمد رشوان الذي شارك في أولمبياد عام 1984 في لوس أنجلوس، وكان له طبعا حادثة شهيرة وهي أن خصمه الياباني في المباراة النهائية على الميدالية الذهبية مصاب، ورفض رشوان أن يلعب على تلك الإصابة رغم أن قانون اللعبة يعني لا ينص على عدم مشروعية اللعب على إصابة المنافس أو الخصم، وبالتالي لم يقم باستهلاك ذلك وفاز اللاعب الياباني بالمباراة أو المقابلة وفاز بالميدالية الذهبية، وخسر رشوان البطولة ولكنه كسب احترام العالم أجمع. تصبح هذه الواقعة درس كبير جدا في حياة العديد من الرياضيين وحياة البطل العربي محمد رشوان. بعد ذلك تم تكريمه من عدة جهات، تم تكريمه من منظمة اليونسكو بمنح ميدالية الروح الرياضية وجائزة اللعب النظيف عام 1985 تحديدا. بعد ذلك منحه الاتحاد الياباني للجودو وسام الشمس المشرقة، والذي يعد هو أهم الأوسمة اليابانية، وكذلك في مجال الإعلام تم إدراج اسمه في مجلة لوكيب الفرنسية الشهيرة ضمن قائمة أفضل 6 رياضيين لعام 1984. مثال آخر أيضا نتحدث عنه وهو حادثة شهيرة أيضا كانت في عام 2000 في إحدى مباريات الدوري الممتاز، رفض اللاعب باولو دي كانيو
تسديد الكرة على مرمى مفتوح أمام الحارس بول جيرارد الذي كان يتلقى الرعاية الطبية إثر طبعا حادثة معينة وإصابة معينة. منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جائزة الاتحاد للنعب النظيف. من هنا يتبين لنا أن الحديث عن الروح الرياضية في المنافسة أو المنافسة بحد ذاتها لا تنص وتقتضي فقط الالتزام بالقوانين الموجودة بها، وإنما هناك روح رياضية شريفة، هناك منافسة شريفة يجب الحرص على تربية النشء عليها حتى تكون لهذه الرياضة قيمة بالنسبة لهم، أو هذه الممارسة الرياضة قيمة لهم، لأن الرياضة تعكس قوانين الحياة، معاني الحياة. عندما يتقاعد هذا اللاعب ويتوقف عن اللعب فبدنا يتم بعد ذلك الاستثمار الأمثل للعمر الذي قضاه في الممارسة الرياضية، ولنا في ذلك نماذج مشرقة على مستوى العالم وصلت إلى أن تكون سفراء وأن تكون رؤساء دول أيضا من الرياضيين الأفذاذ. نحتاج للروح الرياضية في المنافسة الرياضية الشريفة في جميع المناحي لنفرق بين العنف والاحترام، بين الندية والضدية في الأداء، أدائنا الرياضي في ثقافتنا المجتمعية التي تعكس قيمنا النبيلة. شكرا لتوقفكم معنا في هذه الزاوية، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.